بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، آمين. ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، آمين. ثم خصوصا إلى روحي بابا وروحي بابا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته، ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ثم خصوصا إلى روحي بابا ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.